أهلا بكم مجددا. أصدرت وزارة التجارة والجمارك التركية قرارا يسمح للتجار والمصدرين السوريين بإدخال بضائعهم إلى تركيا، حيث تم السماح بإدخال القمح والقطن وزيت الزيتون إضافة إلى الخردة. كما حددت الوزارة الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها في حال تصدير المنتجات السورية إلى تركيا. هذا ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا ارتفع من 800 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 2.5 مليار دولار في عام 2010، وبعد شبه توقف في صادرات تركيا خلال السنة الأولى من عمر الثورة. فقفزت الصادرات التركية إلى المناطق المحررة أكثر من 6 أضعاف خلال 2014. اعتبر المصرف المركزي التابع للنظام إدخال الليرة التركية إلى الأراضي السورية والتعامل بها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 إلى 5 سنوات إضافة إلى غرامة مالية. يأتي ذلك بعد أن أدى التداول بالعملة التركية إلى انخفاض قيمة الليرة في مناطق النظام بأكثر من 10 ليرات في أسبوع. هذا وكانت بعض مناطق ريف حلب المحررة بدأت التعامل بالليرة التركية بعد أن أعلنت نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب عن مبادرة لاستبدال الليرة السورية بالتركية، داعية كل من يملك أكثر من 10,000 ليرة سورية إلى تحويل أمواله إلى العملة التركية. يذكر أن النظام لا يسيطر حاليا سوى على سدس مساحة سوريا فقط وفقا لأحدث التقارير. افتتح المجلس المحلي لمحافظة حماة مشروع الفرن الآلي في الريف الشرقي للمحافظة والممول من برنامج كومينكس الإقليمي بكلفة قدرها 89,000 دولار. وفي هذا السياق قال المجلس عبر صفحته في الفيسبوك إن تنفيذ المشروع حقق عدة مزايا مثل توفير مادة الخبز لأكثر من 30,000 نسمة في الريف الشرقي، إضافة إلى اختصار المسافات البعيدة التي كان يقطعها السكان في الحصول على الخبز والقضاء على البطالة، وكذلك تحقيق عائد رمزي لتعزيز الخدمات في المنطقة. نشر المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية في بيبيلا جنوب دمشق صورا لمشروع يعمل على فلترة مياه الشرب وتأمينها لأهالي المدينة بعد تفشي الأمراض المعوية بسبب تلوث المياه. هذا وتعاني مناطق جنوب دمشق من تفاقم مشكلات تلوث مياه الشرب، الأمر الذي فاقم من تردي الأوضاع الصحية لسكان تلك المنطقة. وفي أسعار العملات، واصل الدولار صعوده في الأسواق المحلية وارتفع بحوالي ليرة واحدة عما سجله يوم الخميس الماضي. ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية قرابة 318 ليرة للمبيع، بينما سجل سعر صرفه في حلب حوالي 317 ليرة للمبيع أيضا. وفي أسعار المعادن، حافظ الذهب على مستوياته في الأسواق السورية منذ نهاية الأسبوع الماضي مستفيدا من استقرار أسعاره في الأسواق العالمية. فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 10,144 ليرة سورية حسب تداولاته في الأسواق السورية، فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 إلى قرابة 8,690 ليرة سورية.
دفعت موجة الهبوط الثانية لأسعار النفط منذ بداية العام الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إلى خفض توقعاتها للأسعار هذا العام، مبدية استعدادها لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة أطول من أجل حماية حصتها في السوق وكبح إنتاج منافسيها. وأشار مندوبون لدى أوبك إلى أن الاضطرابات الاقتصادية في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم قصيرة الأمد، ومن المستبعد أن يكون لها تأثير كبير على الطلب على الخام الذي سيرتفع في الربع الأخير بفعل عوامل موسمية. عربياً أيضاً، من المتوقع أن تعود مصفات عدن للعمل في الشهر القادم منذ أن تم إغلاقها في شهر نيسان الماضي. وفي مصر قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت نحو 55 ألف طن من القمح الأوكراني. المزيد من الأخبار في التقرير التالي. عرضت شركة مصافي عدن اليمنية شحنة من وقود الطائرات للتحميل في شهر أيلول، وهي أول شحنة من نوعها منذ إغلاق مصفات عدن في شهر نيسان الماضي، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً. قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها اشترت 55 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة للشحن في تشرين الأول القادم بمتوسط سعر يبلغ 190 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إن نسبة المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية انخفضت 45%، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية اتخذت العديد من الخطوات والتي من شأنها تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها. وفي الشأن الفلسطيني أيضاً، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن دولة الكويت قدمت تعهداً بالتبرع ب 15 مليون دولار لصالح الوكالة التي أعلنت في وقت سابق عن معاناتها من أزمة مالية، محذرة من إمكانية التوقف عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. ختام الفقرة الاقتصادية، شكراً على كرم المتابعة. أما الآن عودة إليك لبنى. شكراً أمل. مشاهدينا، نتحول إلى فاصل أخير في هذه النشرة ونعود لنتابع بعدها.